خلينا بقى نوضح كده لمشاهدينا ايه الفرق بين الحلم والرؤيه. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الستر والصحة والرزق يا رحمن يا رب. أهلا بيك، أنا مبسوطة بيكي جدا النهاردة ومبسوطة مشاهدين. بصي، هو الحلم عشان نكون متفقين ده بيتحقق وده بيتحقق. حلو. أوكي، حتى لو ما حكيتيهوش يعني مش شرط تحكيه عشان يتحقق. أوكي. الرؤية اللي هي ممكن بيبقى ليها وقت معين، زي مثلا من بعد صلاة العشاء لما تكوني نايمة، من بعد صلاة العشاء لقبل صلاة الفجر. أوكي. دي رؤية حق. لازم أكون فيها على وضوء ولا مش شرط؟ مش شرط. مش شرط. مش شرط. يعني ملهاش طقوس معينة عشان يكون في رؤية؟ لازم عشان تبقي على وضوء، دي اللي هي لو أنت نايمة بالنهار بعد صلاة. أوكي. أوكي، لكن هي وقتها الحق إن احنا نقول إن هي رؤية، فهي من بعد في وقت النوم الطبيعي. حلو. للبشر العاديين. دي رؤية، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان دايما بعد صلاة الفجر كان بيجمع الصحابة ويقعد معاهم ويقول لهم أيكم رأى الليلة رؤيا أفسرها له، وكان بيقص عليهم رؤياه وبرضه بيفسرها. فده كان بعد صلاة الفجر، يعني دي كده رؤيا حق. لكن لو بالنهار دي بتبقى مثلا زي ممكن بعد صلاة العصر تكوني متوضية ونايمة على وضوء، فدي ممكن تبقى رؤية. اوكي. طيب ليه في بعض من الناس بتفتكر احلامها او الرؤية وبعضهم لا ما بيفتكروش؟ تمام، انت ما قلتيش مفيش حد ما بيحلمش. لا، مفيش حد ما بيحلمش طبعا، كلنا بنحلم حقيقي. وفي ناس تصحى تفتكر جزء وناس تانية لا. يعني انا قبل الهوا ناس ما تفتكرش. قبل الهوا كنت بسأل سماح بقول لها انا زمان كانت كل احلامي بتتحقق، لحد ما فضلت اقول للناس كلها ان انا حلمت كذا والاحلامي على طول بتتحقق، سيان حلو او وحش. هو مش للناس كلها. يعني مش معناها ان انت حكيتي للناس كلها فكده خلاص، لا، هو انت حكيتي لحد بصلي في حاجه زي دي مثلا. لان يعني لازم نبقى كتومين في ده مش كتومين، انت لازم تعرفي تحكي لمين وما تحكيش لمين. طيب خلينا نرجع. لو رؤيه حلوه يعني فعلا طبعا ما احكيهاش لحد على طول. اكيد. طيب.